بيشوفوا الراجل ومن خلال حضرتك كاتب شيء محترم جدا، في رأي قانوني وفي الرأي الثالث اللي هو اللي احنا بنعوزه دايما في الأزمات دي، ومع التحفظ على أن في ناس كانت نيتها كويسة وبتكتب بمبدأ كويس والكلام، احنا استقبلناه ازاي وتفاعلنا معاه ازاي وبتاع، ده احنا المسؤولين عن استقبالنا وتفاعلنا مش الناس اللي كتبت. وأنا بحترم كل الآراء، بنحترم كلنا كل الآراء. ايه، هل الترند ده ممكن يبقى في صالح المرأة، ان الراجل يفهم ان هي بتعمل حاجات عن حب ممكن تبقى مش ملزمة بيها في الشرع، وان بتعمل الحاجات دي بدافع غريزي وبأمومة وبثقافة، ولا الراجل خد بس من القصة دي اللي هو السخرية والعنترية والقصة دي ما جابتش اي نتيجة؟ بصي هقول لحضرتك حاجه. العمليه اصلا بسيطه. اول حاجه دي اسمها احوال شخصيه. يعني ايه شخصيه؟ يعني كل حاجه، يعني عشان كل حاجه بحالتها. عشان كده هتلاقي مثلا انه لو بنتكلم على الاحوال الشخصيه للمسلمين مثلا، الجزء الفقهي فيها متنوع، لانه بتاع ناس. يعني حضرتك اللي ينفع معاكي ما ينفعش مع الاستاذه، اللي ينفع ما ينفعش مع الاستاذه كده يعني. والعرف ليه، والقانون، والعرف والقانون ليه بالظبط، قانونه. والقانون نفس الحكايه سايب مساحه كبيره لتقدير القاضي. والعرف اساسي في العلاقات، والعلاقات الأسرية لانه مثلا اقول لحضرتك مثلا. حاجه. زمان 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 كانت الادوار متقسمه بشكل واضح. الراجل بيشتغل بره البيت وبيكسب، والست بتشتغل جوه البيت، وبالتالي ايه، هو بيجيب الفلوس وهي بتعمل المجهود اللي هي ايه، داخل نطاق البيت، وبيعمل بعض الاشياء اللي هي بره البيت. لما الامور مشيت شويه اتغير العرف شويه، بقت الست بتشتغل وهو بيشتغل، فهي بتساهم جزئيا مبلغ صغير او بتاعه وهو بيكمل. لما وصلنا لمرحله النهارده في ستات ممكن تكون بتكسب حتى اكتر من الرجاله عادي جدا، فبقى في عمليه المشاركه في مصاريف البيت. كل ما بتزيد عمليات المشاركه، هي عمليه مساله طبخ ومش طبخ وبتاع، ده كلام في التريقه يعني، لانه اصلا مفيش حد بيطبخ دلوقتي. بس هي الفكره ايه؟ لا، لا يعني عايز اقول لك يعني، وحتى ناس مش كتير طبخها مش حلو النهارده، ممكن نجيب لا دي طبخ من حلوة. اي حته. بس اللي انا عايز اقول لك عليه انه العمليه دي بتقل مع العرف. بمعنى ايه؟ لو حضرتك بتشتغلي وهو بيشتغل، وانت بتحطي فلوس في البيت وهو بيحط فلوس في البيت، هتلاقي ان في تعاون اوتوماتيكي صح، في الموضوع. لو انت ما بتشتغلي اقل في البيت وهو بيشتغل اكتر بره، هتلاقي نفسك متحمله. فانا رايي انه الفيلم ده كله معمول عشان قانون الاحوال الشخصيه. في قانون احوال الشخصيه في طريق، بيتحضر. اه طبعا في لجنه بتنعقد، واللجنه دي اساسا كمان رئيس الجمهوريه نفسه مهتم بعمليه تغيير القانون وبيطالبه بتغييره وكده. فهي الفيلم اللي انت شايفاه ده كله على الفيسبوك او في اي مكان، هو السبب منه التحضير لقانون الاحوال الشخصيه. وقانون الاحوال الشخصيه ده ما بيحكمش العلاقة أثناء وجود الجواز، ما ده بعد لو بيحكم في العلاقة الانصات لما الناس بتتطلق.